وضع اللاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي شرطه للانتقال لفريق برشلونة الإسباني في الصيف الجاري. وذكرت صحيفة دون بلون الإسبانية أن فيراتي يحاول الحصول على راتب 13 مليون يورو سنويا مع الباريس رغم إنهاء موافقته للنادي الكتالوني، وينتظر الفريق الباريسي ومفاوضاته مع الباريس. ورفض فيراتي عرضا من بي اس جي براتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو، ويريد الانتقال للعب في الليجا مع الباريس، لكنه يطلب 13 مليون يورو راتبا سنويا. من جانبه لا ينوي برشلونة دفع أكثر من 9 ملايين يورو سنويا لفيراتي، وقد يجبر النادي على تغيير سياسته خشية فقدان اللاعب في الميركاتو.